السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني إعدادي لغات ريب 2. إن شاء الله النهاردة هناخد أول فيديو لينا نحل أول امتحان في مادة الجيومتري من كتاب المعاصر. Number one, choose the correct answer. Number one, the trapezium whose area is 30 and its height is 5. Then its middle base length is. أول حاجة تعال نشوف مع بعض الترابيزيوم. أدي شكل الترابيزيوم وأدي الميدل بيز بتاعته. هو بيقول لك إن الترابيزيوم ده الأريا بتاعته equal 30، الهايت بتاعه equal 5، وعايز الميدل. طبعا أنت عندك قانون بيقول إن الأريا equal البيز ميدل تايمز الهايت. طب أنا عايز البيز، أقول إن البيز إيكوال إريا ديفايدد هايت. الإريا عندي ب 30 ديفايدد 5 إيكوال 6. نمبر 2، if two polygons are similar and the ratio between the lengths of two corresponding sides 3:5 then the ratio between their perimeter is. طبعا هتكون نفس الراتيو. ليه هتكون عند نفس الراتيو؟ أنا عندي في السيميلاريتي، في درس السيميلاريتي أو التشابه، بما إني أنا عندي الـ two polygons are similar يبقى side to side equal perimeter to perimeter. Number three, the diagonals of isosceles trapezium are. The diagonal لل isosceles trapezium. Isosceles trapezium اللي هو ده equal ده. فأنا عندي الـ diagonal اللي هو ده وده. هل هما congruent؟ هل هما perpendicular؟ هل هما parallel ولا bisecting each other؟ طبعا الإجابة عندك number 4. ABC is a triangle if AC power 2 more than AB power 2 plus BC power 2 then length ال angle BSA. تعال بقى ارسم عندك triangle اسمه ABC. أي triangle كده على جنب ABC، بيقول لك AC ده الكبير ده بيقول more than AB power 2 plus BC power 2. في الحالة دي angle B اللي هي قصاد ال AC مالها أكيد obtuse. طب لو كان equal يبقى في الحالة دي ال angle B دي are right. طب ولو كان less than يبقى هيبقى ال angle B are active. Number 5, the length of projection of a given line segment not the length of original line segment. أنا عندي length لبروجيكشن of a given line segment. أنا عندي مثلا straight line أهو وعندي line segment بالطريقة دي. line segment بقى البروجيكشن بتاعها ماله باللينث of original line segment باللينث الأصلي. يا مس طب أنا عندي two way، يعني أنا عندي طريقين، يا إما line segment دي تبقى horizontal parallel، ففي الحالة دي هتكون are equal. البروجيكشن بتاعها هيكون هي نفس اللينز. وممكن تكون not parallel فهتكون يا مس less than. هتكون less than. يبقى اختار equal or less than. less than or equal. يبقى في حالة البروجيكشنز ده انا بعمل بروجيكشن اهو للنقطة دي وبعمل بروجيكشن للبوينت دي. فهنا بتكون are equal. لا not parallel. فالنقطة دي البروجيكشن بتاعها اهو والبوينت دي البروجيكشن بتاعها اهو، فاللينس ده بيكون لزان اللينس ده. كومبليت. The median of a triangle divided it into two triangles مالهم are equal. بيكونوا equal. دي من الترم الأول. Number two, the measure of exterior angle of an equilateral triangle is. طب الأول أصلا الإيكوالاترال تريانجل. Equilateral triangle يعني كل أنجل عندي جوه بكام؟ 60 و 60 و 60. طب ال exterior يبقى الأنجل اللي من بره دي equal مين؟ equal الاتنين اللي بعد عن ده، الاتنين اللي بعد عن ده 60 plus 60 120، يبقى 102. Number 3, the base length of parallelogram is 7 and corresponding height is 4 then its area equal. طب اوكي انا عندي الاريا بتاعت البارالوجرام equal، ب
base times height. البيز عندي 7، الهايت بتاعها 4. 7 times 4 equal 28. Number 4, if the area of square is 18. الاريا بتاعت square 18. Then the length of its diagonal is. طب تمام، انا عندي الاريا بتاعت السكوير ليها قانون، الاريا بتاعت السكوير equal half الدياجونال باور 2. الدياجونال عندي الاريا عندي ب 18 equal half دي باور 2. دي باور 2 equal 2 times 18 ب 66. اخد الروت يبقى دي equal positive or negative 6، وانا ما عنديش لينث بالنيجاتيف يبقى دي equal 6 سنتيمتر. Number 5, in a triangle, if the sum of area of two square on two sides is equal. لو انا عندي triangle مجموع ال areas of two squares on two sides is equal to the area of square on third side, then the angle opposite to this side is, اكيد is right. تاني لو انا عندي triangle، التريانجل ده بيقول لي مجموع ال areas of two square sides، يعني انا اخدت ال side ده عملت له square A B C، خدت A B power 2 ال square بتاعه plus B C power 2، لقيتهم equal مساويين لل area of the square on third، لقيتهم مساويين لل square بتاع ال A C power 2. Then ال opposite angle اللي قصاد ال A C مالها اكيد right. Question number 3 بيقول in the opposite figure, and the measure angle BAC equal 90, BAC equal 90, BD equal 9, DC equal 16. Find the length of AB, كمان AC, كمان AD. طبعا من شكل المسألة فأنا عندي هطبق قانون إكليديان. إكليديان ثيورم اللي هو لازم يكون عندي angle الفيرتس بتاعها خارج منه لاين سيجمنت بتكون بيربنديكولار على الصيد التاني. يعني ايه؟ بتكون عندي رايت انجل تريانجل، الرأس بتاعت الرايت بيكون خارج منها عمودي بيربنديكولار على الصيد اللي قدامها. اقدر في الحالة دي اطبق الإكلوديان. طب هو الإكلوديان بيقول ايه بقى؟ بيقول حاجة بسيطة جدا، بيقول ان لو انا عايز AB، AB ده بصوا AB امشوا معاه بقى AB باور 2 equal، بصوا امشوا كده كأن ايه بعمل الحتة الصغيرة بتاعته اللي هي البروجكشن بتاعه، مين بقى BD times الكل، بصوا AB equal BD times BC. نمسح بقى الحاجات اللي عملناها على الرسمة. طب هل انا عندي BD؟ عندي BD ب 9. هل انا عندي BC؟ لا ما عنديش، بس اقدر اجيبه ازاي؟ BC ده كله عبارة عن 9 plus 16، 9 plus 16 اللي هي equal 25. AB power 2 بقى equal 9 times 20 9 times 25 اللي هي equal 225. طب then AB equal كام؟ خد الروت ل 225 على الكالكوليتر بتاعك هتلقاها 15 سنتيمتر. طب انا عايز AC بنفس الفكرة، AC equal CD times الكل، CD times الكل يبقى AC equal CD، خد بالك AC power 2 CD times CB. CD equal كام؟ 9 سوري 16، CD equal 9 times CB، لسه جايبة هي CB هي BC اللي هي كام؟ 25. هيطلع الريزلت عندك 400. خد الروت عشان تجيب الـ AC، خد روت 400 اللي هي كام؟ 20 سنتيمتر. كده أنا جبت AC. عايز مين؟ AD. أنت عندك قانونين لـ AD ممكن تجيبهم كذا طريقة. AD ممكن أجيبه AD equal AD power 2 AD power 2 equal BD أسلم حاجة times DC اللي هو equal BD عندي ب 9 times BC CD اللي هو ب 16 equal 144.
بس خد بالك دي باور 2 فانت لازم تاخد لها الروت، يبقى a2 ad هتاخد لها الروت تبقى equal 12. نمبر بي بتقول ends of figures، عندي if the area of a triangle AMB AMB equal area CMD. بروف اثبت ان AD parallel لBC، عايز يثبت ان AD ده اللي فوق parallel لBC ده اللي تحت. طبعا عشان انت لازم تثبت ان التو رايت دول او التو لاين سيجمنت دول ار بارلل، لازم تثبت عليهم تو تريانجل ار ايكوال، ار ايكوال في الاريا. طب هجيبهم منين؟ شايفين اهو ادي البي سي ده مع الاي بي ده، كله ده لو انا قدرت اثبته مع التريانجل الثاني بي دي سي. يا مس انا اقدر اثبته ازاي؟ هقول لك انا بقى يا مس. انت يا مس عندك التريانجل ده اللي هو لونه وايت، لونه ابيض، لو عملت له اد ضفتيه هنا وضفتيه هنا هيديك تو تريانجل بي اي سي وكمان تريانجل تاني بي دي سي. انا هلونهم. التو تريانجل دول ليهم كومن بيز اسمها بي سي، والفيرتس بتاعتهم على نفس اللاين سيجمنت فوق اي دي، يبقى اي بي سي ايكوال بي دي سي، زين اي دي بارالل بي سي. طب نكتبها مع بعض، نكتبها ازاي بقى؟ هقول له since التريانجل اللي هو مدهوني A M B الاريا بتاعته equal الاريا للتريانجل M D C، هو مدهاني في الجيفن هي 4، هقول له by add بإضافة هضيف معاهم الاريا للتريانجل اللي لونه ابيض ده بي ام سي. تمام، لما اضيف التريانجل ده للحته الخضراء دي للجرين دي هيديني ايه؟ واحد كبير اسمه اي بي سي، ده هضيفه 4 2 تريانجل، هضيفه هنا زين اي ام بي بلس التريانجل بي ام سي ايكوال التريانجل ده ام دي سي بلس الابيض بي ام سي. الاتنين دول اللي فوق دول بقى هيدوني ايه؟ اي ام بي الاخضر مع الوايت هيديني تريانجل اسمه ايه؟ اسمه اي بي سي ايكوال طبعا كلمة اريا، وهنا كمان كلمة اريا ام دي سي ام دي سي مع ام بي سي هيديك التريانجل كله كبير دي بي سي. انا ثبتت دلوقتي ان الاتنين دول ار ايكوال، الاتنين الكبار هاف كمان ا كومون بيز، عندهم كومون بيز اسمها بي سي، زين بي سي بارلل للاي دي اللي هي عايزة. انا كده قدرت اثبت ان البي سي بارلل للاي دي، لما قدرت اثبت ان انا عندي تو تريانجل عندهم نفس البيز اللي هي البي سي وار. مكملين مع بعض بريب 2 فور بوزيشن 4 اي انس اوبسيت فيجر في الشكل اللي قدامك ده، اي دي بيكون بارلل لبي سي، اي دي بيكون بارلل لبي سي، AD equal 4, BC equal 8, D equal 2. Prove that اثبت أني ان triangle ADE triangle الصغير ADE ده similar بيشابه ال triangle CECBE ال triangle اللي من تحت. طب أكيد أنت عارف خلاص إن similars ده أنا كده عايز أعمل إيه؟ أعمل prove ل angles equal. طبعا انا عندي حرف الزت ده او letter زت من البرل، فعندي الانجلز دي equal الانجلز دي، يعني لو قلت angle 1 equal angle 2.
نفس الكلام الناحية التانية، لو جيت عملت زد الناحية التانية كده من الترنيت هيبقى عندي angle 3 equal angle 4، يبقى أنا عندي 1 equal 2 و 3 equal 4. عندي من الالترنيت الانجلز دي بتتنقل equal الانجل اللي ده. كمان عندي vertical opposite angle أو المقص أو ال VOA vertical angle opposite، الانجلز دي equal الانجلز دي، يبقى انا عندي الانجلز اللي فوق equal الانجلز اللي تحت، وبكده انا قدرت اثبت ان التريانجلر ار سيميلر. طب تعالوا نكتبهم. هنقول since AD parallel ل BC، اول حاجة عندك في الجيفن، then لو سمعنا او قلنا نقدر نقول angle D measure angle D equal mean بالظبط كده measure angle D، وكمان measure angle A هي دي equal measure angle C. خد بالك اكتب جنبيها بالالترنيت، الترنيت يعني حرف الزد. طبعا انت انا بكتب لك انت بقى حرف الزد، انت ما تكتبش في الامتحان. طب انا كده ثبت ان 1 equal 2 و 3 equal 4، هقول له كمان since measure angle، اقرا دي ب 3 letters 3 حروف، ما اقدرش اقول angle E، اما اقولها A E D A E D measure angle A E D equal measure angle مين اللي تحت دي هي B E C B E C. ليه دول متساويين؟ اكتب له جنبها vertical opposite angle VOA أو اللي هما متقابلين بالرأس. كده أنا قدرت أثبت إن 3 angles فوق equals 3 angles تحت. Then أول proof عندي التريانجل ADE similar للتريانجل CB. نروح لـ number 2 find the length of ABE. من السيميلاريتي أنا أقدر أقول آخد كل 2 letters جنب بعض. AD اهو AD over CB، بصوا الاثنين اللي جنبهم هنا والاثنين اللي قصادهم الناحية التانية، AD over CB اهو equal من هنا دول DE اهو DE، من اللي قصادهم الناحية التانية CB BE BE اهو equal، من كمان AE الأول والأخير A E، ومن الأخير هنا والأول C E. بقى اعمل remove لكل واحد وحط مكانه القيمة بتاعته. A D عندك A D فوق، حش كلمة A D حط فوق. عندك C B أهو C B A، يبقى أشيل C B وأحط A. عندك D E تعال نشوف، بديك D E D E بدهاني هي 2 D E 2 و B E هو عايز أقول له زين B E. بصوا الاثنين اللي قصاد بعض على اللي قدام السيمبل، يبقى 2 تايمز 8 اوفر 2 تايمز 8 اوفر 4 اهو الاثنين اللي قصاد بعض، ال 2 نمبرز على اللي قصاد السيمبل، 2 times 8 16 divided 4 equal 4. Number B من أكثر الأسئلة اللي بتيجي عندنا في الامتحان، identify the type of triangle BAC according to the measure of its angles، where عايز يتعرف على نوع التريانجلز ده طبقا للأنجلز، يعني قول لي هو right ولا obtuse ولا acute، بس مديك بقى مين؟ مديك الصعب. هنعمل فيها ايه؟ هنشوف اكبر سايد the greatest side، مين هنا greatest side اللي هو AC، هاخده هقول ان AC power 2 equal 12 power 2 اللي هي عبارة عن 12 times 12 144، هاخد كمان ال 2 sides اللي متبقيين
AB بس المرة دي باور 2 بلس BC برضو B2 باور 2 equal AB باور 2 اللي هي 7 باور 2 بلس 9 باور 2 equal 7 باور 2 اللي هي 49 7 times 7 9 باور 2 اللي هي 9 times 9 81 اعمل بلس 1 بلس 9 10 0 carry up 1 1 بلس 8 9 9 بلس 4 170 خلاص انا لقيت ده more than ال 2 more than مين البلس بتاعه يبقى اكيد then التريانجل BAC is obtuse angle triangle عايز تكتب هنا ان ال AC power 2 more than AB power 2 plus BC power 2 تمام Question number 5 A بيقول in the opposite figure ABCD is a parallelogram A belong CB F belong AD CB equal BE Prove that اثبت ان ال triangle FEC فين FEC اهو FEC ال triangle ده كله بره وجوه عايز يعمل له بروف ان هو equal الاريا بتاعته ل A B C D البرر الأكبر تمام تعال نمشي معاها خطوة خطوة نمشي معاها خطوة خطوة أول حاجة أنت أخد theorem بتقول إن أي تريانجل ليه common base مع برر الأكبر التريانجل ده بيساوي الهاف بتاعته أو الأريا بتاعت التريانجل equal half الأريا بتاعت البارالوجرام اكتب كده اكتب since التريانجل اسمه ايه ده اللي هو FBC FBC ماله والبارالوجرام اللي هو جواه اللي اسمه ABCD ABCD مالهم هما الاثنين have the same sign أو the same base عندهم نفس البيز common base اسمها مين؟ اسمها CB اهي أقدر أثبت بقى then إن الأريا للتريانجل FBC equal half الأريا بتاعة البارالوجرام كل الأريا of بارالوجرام ABCD وأسمي دي number one يبقى انا ثبت ان التريانجل ده ايكوال هاف البرر الاجرة طب تعالوا بقى نثبت حاجة تانية انت اخد كمان ان عندي لو انا عندي تو بيزز التو بيزز دول ار ايكوال والفيرتسز بتاعة التو تريانجلز دول واحدة يبقى اكيد التريانجلز ده قد التريانجلز ده طب اكتبها ازاي since CB equal BE أو أقدر أكتب since B is midpoint of EC يا تكتب دي يا تكتب دي الأسهل لك طب هتستفاد منها إيه؟ هتستفاد then الأريا بقى بتاعة التريانجل اللي اسمه إيه؟ FEB F E B equal الأريه بتاعت التريانجل اللي اسمه F B C equal كام؟ equal half equal half الأريه بتاعت البارالوجرام اللي اسمه A B C D كده أنا ثبت إن أنا عندي التريانجلز ده التو تريانجلز دول قد بعض وهما الاتنين كل واحد فيهم half البرر الأجرام طب هما الاثنين لما انا اعمل لهم اد تريانجلز ده والتريانجلز ده هيدوني مين هيدوني التريانجلز اللي هو عنده اللي اسمه ايه بقى اسمه اي اف اي اف سي اللي هو عايزه المثلث الكبير ده كله بقى يبقى ده كله بيساوي مين
الاريا بتاعت ال A B C D. أقول له دي لو سميناها 2 ودي سميناها 1 from 1 and 2 then ال area of triangle E F E C equal ال area parallelogram. آخر questions عندي هو number B، وده من أكتر الأمثلة أو الأسئلة اللي بتيجي عندنا في امتحانات الجيومتري. بيقول لي AB equal 9 BC equal 12 AD equal 8 DC equal 17 measure angle B equal 90. اعمل له بروف لميجر انجل DAC equal 90. تعال نحدد الأول فين ال DAC، امشوا معاها DAC يعني الانجل دي، عايز يثبت ان الانجلز دي equal 90. طب ولا تعقد نفسك ولا اي حاجة، امسك التريانجل تريانجل، انت عندك تريانجل اهو واقف اسمه ABC، امسكه قول له at التريانجل بتاعي اللي اسمه ABC ده تريانجل عنده ايه؟ has angle measure angle B equal 90. then اقدر استفيد من Pythagoras theorems او نظرية فيثاغورس Pythagoras اني AC ده ايه؟ AC ده هايبوتاليوس. طب الهايبوتاليوس ده اقدر اجيبه؟ اقدر اجيب ال AC ده equal square بقى، ما دام حوشت الباور 2 اقول square على طول. square mean square AB power 2 plus BC power 2 square AB مع BC plus. اوكي يلا بقى نجيب AB equal كام؟ B equal 9 power 2 اللي هي 81 plus BC equal 12. اعمل دول مع بعض power 2 وتحت السكوير هيديني AC equal 15 cm. انا قدرت دلوقتي اجيب ال AC ده. اوكي بيجي عندك بقى ايه؟ بيجي عندك تريانجل اسمه DAC، خد اكبر لينس فيه مين؟ 17. ال17 ده اسمه ايه؟ DC. يبقى اقول له since DC power 2 equals 17 power 2 اللي هي equal كام؟ 289. خد الاتنين اللي قاعدين، مين اللي قاعد؟ DA مع AC، اخد DA بس باور 2 بلس AC باور 2 تمام. DA باور 2 مديهولك ب 8 باور 2 اللي هي 64. AC مديهولك انا لسه جايبه ب 15 باور 2. الاتنين دول لما تعمل لهم بلس هيدوك 289. مدام largest side ساوى مجموع الاتنين دول او summation بتاع two sides squares يبقى الانجل اللي قصاده على طول 90. يبقى اقول له since DC power 2 equal DA power 2 plus AC power 2 then على طول الانجل اللي قصاده اللي هو عايز يثبتها measure angle DAC equal 90. لو عجبكم الفيديو ياريت تقولوا له في الكومنتات نكمل باقي حل الجيومتري. اعتذر لو كان الجيومتري يعني كان صعب في نقل الاسئله، صعب في كتابه بتاعه البروف، اعتذر لو كان في اي تقصير من ناحيتي. حاولت ان انا اساعدكم بكل الطرق. ربنا معاكم وبركتو. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له لايك وشير وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، وإن شاء الله مكملين مع بعض في حل مادة الجبرة. مع السلامة.